بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس، والحديث عن اللغط التحكيمي اللي حصل النهارده والمشاكل التحكيميه. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لنجومك الكبار، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. في البدايه بنقول مبروك للنادي الاهلي، جماهير ولاعبين ومجلس اداره، وهارد لك لنادي وادي دجله، حظ اوفر ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. خلينا الاول نقدم طاقم التحكيم كابتن ايمن النهارده اللي كان موجود، نقول ان هو كان حكم المباراه. احنا عندنا 4 حكام في ميدان اللعب، وعندنا 2 في غرفه الفار. عندنا جهاد جريشه حكم مباراه، حكم طبعا حكم كبير، راح كاس عالم وادار الكثير من المباريات اللي هي الكبيره. وعندنا مساعد رقم 1 محمود ابو الرجال، ايضا من الحكام المصنفين في الاتحاد الدولي رقم 1. وعندنا مساعد رقم 2 كان سامي هلهل، والحكم الرابع كان محمد حسن. غرفه الفار كان فيه وائل فرحان من منطقه الاسماعيليه، وكان الجميل ان في اللعبه اللي حصل فيها جدل، يمكن هنشرح ونقول وائل فرحان عمل ايه في الحاله ديت. نشوف التحكيم دايما، حتى القانون يا كابتن ايمن بنتكلم في القانون، لما يجي يقول ان هناك حالات تحكيميه جدليه، يعني القانون لم يغطي هذه الحالات كلها، ولكن هذه الحالات التحكيميه الجدليه قلنا دايما القرار بيرجع للحكم، وبالتالي هنشوف من خلال الحالات وطبقا للقانون هنشوف الحكم مدى صحه قراراته ايه في الحالات اللي جايه. هنروح للحاله الاولى. هنا حاله نقف هنا، هقف بس هقف، هرجع بس جهاد جريشه هنا والاشاره بتاعته كابتن ايمن نتابعها بس كده الاول. شوف الايد هنا معنى كده يعني ايه؟ هو شاف التفاصيل والحاله ومتاكد تماما ان مفيش مخالفه، مش محتاج حد يكلمه يعني. خالص يعني يا جماعه، انا هنا شايف القرار. نيجي تاني سليمين بعد اذنك وهنشرح اللعبه ونشوف. انا بس باخد لقطه نمشي واحده، نشوف جهاد، نجيب جهاد لحظه ان هو بيقول وبيدي رساله للكل، للفار وللطاقم التحكيم اللي معاه. هنا مفيش 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 كابتن اشارته كده معناها ان ممكن الفار ما يتدخلش. ما هو هنا وصل رساله للكل ان انا شفت الحاله دي حاله من الحالات التقديريه يا عجازي، يعني ايه؟ انا كحكم موجود، انا قدرت ان هنا مفيش مخالفه، هو مين سلطته اعلى افندم؟ وهو له السلطه العليا، هو سلطته العليا، هو سلطه الحكم، هو طبعًا. القرار الاول والاخير يرجع لجهاد جريشه. انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان انا بشوف هنا ان دي حاله مهمه جدا لازم نقول عليها، ان هو شاف التفاصيل كامله ان هنا مفيش مخالفه. نروح للحاله كابتن عزيز، جرأة منه يا كابتن دي. نعم، جرأة منه ان هو حاجه زي دي، حاله زي دي، ان هو ياخد قرار في جزء من الثانيه ان هو مش محتاج. بص كابتن، هنا بتعتمد على ايه؟ نمره 1 تمركز صحيح، نمره 2 كونسيدريشن، تركيز من الحكم، نمره 3 التفاصيل الصغيره في الحاله، هو شاف كل الكلام ده، وبالتالي هنا قرر ان هنا مفيش مخالفه، محدش يقول لي ان في مخالفه، وهو القرار ليه الاول والاخير. نروح للحاله التحكيميه يوسف ونشوف كابتن سمير بقى، يعني واحده واحده كده ونشوف. يلا نشوف الحاله هنا مع بعض. اوكي يلا الحاله الاولى كانت، لا الحاله الاولى كابتن يوسف، الحاله الاولى هي حاله الجهاد جريشه، ما زلنا حتى الان فيها احنا. لا مش هنا، ايوه هي دي هنا. ستوب، هرجع تاني كابتن. انا كمدافع عندي قوه جسمانيه، عندي ستايل، عندي طويل، عندي، لازم احط الكلام ده في اعتقادي. انا هنا في الكره، هنا نقطه الكره، هنا نقطه التنافس. اللاعب الاصفر عاوز يروح، واللاعب النادي الاهلي رامي ربيع عاوز يروح، احنا بنتقي في نقطه واحده. حطيت جسمي، هل انا دفعت؟ لا، مفيش دفع طبعا، ولا في دفع ولا في كتف ولا حاجه، انا حطيت جسمي، وبالتالي انا شايف ان هنا التحام وتنافس طبيعي جدا، وهنا القرار عدم وجود مخالفه واستمرار اللعب كان قرار صحيح لجهاد جريشه، لا يوجد اي مخالفه في هذه الحاله كابتن ايمن. وقلنا هنا التنافس، هنا التنافس ما بين رامي ربيعه واللاعب دجله كان تنافس مقبول، وطبقا للقانون لا توجد مخالفه، مفيش اي حاجه مخالفه تم ارتكابها من رامي ربيعه، غير ان هو حط جسمه، وبالتالي لم ارتكب اي مخالفه، ورحت في نقطه الالتقاء اللي هي معايا مع لاعب دجله، وبالتالي هنا يستمر اللعب. اوكي، اي استفسار بالنسبه للحاله ديت او نعدي على الحاله اللي بعديها؟ يلا الحاله الثانيه، حاله من الحالات المهمه جدا ايضا، وهنشوف هل في مخالفه ولا مفيش مخالفه كابتن ايمن. هنا 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 وسقوط، سقوط ثم احتساب مخالفة على لاعب دجلة. السؤال هنا
هل في مخالفه تم ارتكابها ضد لاعب نادي الاهلي؟ انا هنا هو الحكم هنا صفر بفاول لرامي ربيع، انا شايف ان هنا لا توجد مخالفه في هذه الحاله، وبالتالي كان يجب ان الحكم يستمر اللعب في هذه الحاله، حاله من الحالات اللي هي مشابهه زي اللي فاتت بالظبط. نعم هي مشابهه على فكره زي اللي فاتت. لا مش مشابهه الحاجه، لان هو هنا ادى الفاول لرامي ربيعه. لا انا بقول مشابه في نفس الاحتكاك في نفس الشكل نفسه. لكن هي مش انا مع حضرتك طبعا ما فيهاش فاول، انما انا لا دي تختلف تماما. انا هنا كابتن هنا هنا ايه حطيت جسمه وقعت، وهنا انا بقول بعذر جهاز، يمكن جهاز كان بعيد شويه عن الحاله، وبالتالي انا ما خدتش بالشكل، وهنا بحتسب مخالفه. هنا انا شايف ان مفيش مخالفه. نمر ونروح الحاله اللي بعد كده. اوكي زي ما قلنا دايما هنا المهاجمه بالقدم او بالقدمين كابتن ايمن، ودي حاله لابد ان الحكم يبحث عنها في ميدان اللعب عن التفاصيل بتاعتها. شوف هنا اسلوب الدخول من محمد هاني، رغم ان هنا في الاحمر هنا مغطي على اللعبه، ولكن انا شايف بهذا الاسلوب كان يجب اشهار البطاقه الصفراء لمحمد هاني، لان دوت مش اللعب، ده يعتبر اللعب بتهور، وبالتالي هنا في بطاقه كان يجب ان هي تتاخد. نمر ونشوف الحاله اللي بعديها. هنا شفنا اسلوب الدخول، حاله من الحالات المهمه جدا جدا، لم يتردد الحكم في احتساب ركله الجزاء، ونشوف ليه. احنا نخلي بالنا من الذراع اللي موجود، وطبقا للمعايير كابتن هاني ان الايد هنا خرجت وكبرت الجسم ومنعت الكره من الوصول الى المرمى. هنا شايفين الايد هنا موجوده بعد ما اتلعبت الكره من مروان، وبالتالي هنا الايد خرجت كبرت محيط الجسم منعت الكره من المرور، وبالتالي ركله الجزاء هنا هنشوف الحاله. هنا الايد هنا تمام، يمكن الصوره هنا واضحه، هنا الايد هنا طلعت عملت بلوك للكره، وطبقا للقانون الايد هنا خرجت ومخالفه لمس يد موجوده، والقرار هنا انذار. ليه؟ لان احنا قلنا لما بيكون في تسديد على المرمى سواء بالقدم او بالهيدرز واللاعب يمنع الكره بايديه، هنا لابد ان هو يتم انذاره طبقا للقانون، وهنا جهاد جريشه طبق القانون كما ينبغي حسب ركله الجزاء واشار اشهر البطاقه الصفراء. تاني هنا المخالفه موجوده وركله جزاء صحيحه من الفيلم. ستوب. بنتكلم على التنفيذ كمان، يمكن كان الكابتن علاء كلمني على التنفيذ يا كابتن ايمن. بالظبط. وبنقول هنا رجل على الخط. القانون احنا كل حاجه بنجيبها. صح. هنا نشوف الدخول. هنا طبعا جهاد هنا بص بيحاول بيقول لي يعني هنا ده اسمه التحكيم الوقائي. انت معايا اجازي؟ بيقول للناس ما حدش يخش اثناء التنفيذ. مزبوط. يبقى هنا لما بتكلم على هنا كل اللعيبه هنا ايه؟ اعتقد ما حدش دخل داخل الصندوق لحظه التنفيذ. دي حاجة. الحاجة التانية نيجي بقى لحارس المرمى. خلي بالك لو حارس المرمى هنا طبعا ركلة الجزاء الحارس صدها. لو حارس المرمى هنا خرج الرجل دي خرجت كمان مع الرجل ديت والحارس صد هنا تعاد. الكرة تعاد. ليه؟ احنا قلنا حارس المرمى أثناء التنفيذ أقل شيء هو في قدم يتحط على الخط، وبالتالي هنا التنفيذ أيضا كان سليم بنسبة 100%. صحيح. بقول إن جهاد جريشة النهاردة لحد دلوقتي ماشي كويس جدا جدا، ما عندوش اي مشكله كابتن علاء. تاني بنقول هذه الحاله اللي هي في التنفيذ، التنفيذ صح. نروح ل خلاص، ما احنا اتكلمنا في دي، خلاص قلنا ان ركله الجزاء صحيحه والبطاقه الصفراء موجوده والقرار كان صحيح لجهاد جريشه. نشوف الحاله اللي بعد كده. هي دي بقى. احنا الحالة دي مهمة جدا جدا، وهي دي يمكن في جدل، لان احنا بنتكلم بالقانون، في ناس ممكن تقول ان هنا الهدف سليم، وفي ناس تقول ان في تسلل. نشوف الحالة الاول ونجيب الزاوية اللي هي العرضية ونشوف موقف اللاعبين مش من هنا، لا نجيب الزاوية الثانية اللي هي من خلف الحكم المساعد. ستوب. لحظة اللعب يعني يا ريت نمشي سنة كمان. تمام. لا ارجع تاني، ارجع تاني. بس نشوف يا كابتن هنا عندنا اللاعب رقم 4 فين؟ في موقف تسلل. تسلل. اوكي. واللاعب هنا في موقف ايه؟ سليم. وهنا اللاعب في موقف ايه؟ سليم. كده في مشكله؟ لا. يبقى المشكله هنا ايه؟ هنروح للاعب اللي ايه في موقف تسلل اللي هو رقم 4، اللي احنا لو في حاجه هنتكلم طبقا للقانون فيها. هذا اللاعب هو محور حوارنا النهارده في لقطه التسلل. طيب قبل ما نشرح اللعبه كابتن مخرجنا العظيم هنجيب بس القانون
الماده 11 ونقول هو بيقول القانون في اللي في هذه الحاله وبعدين نشرح الحاله طبقا للقانون. هنروح للقانون الماده 11 في ماده التسلل. هنا بنتكلم في مخالفه التسلل. كابتن عجيزي، اللاعب الذي يكون في موقف تسلل في اللحظه التي يتم لعب الكره او لمسها من قبل احد زملائه بالفريق يتم معاقبته فقط اذا شارك في اللعب الناشط الفعال من خلال ايه؟ نمره واحد، تدخل في اللعب من خلال لعب او لمس الكره الممرره. هو اللاعب هنا ولا لعب ولا لمس، اللاعب اللي في موقف تسلل بس يعني واحده واحده، ولا لعب ولا لمس. يبقى الفقره الاولى تمشي عليه ولا ما تمشيش؟ لا ما تمشيش عليه. هنا اللاعب ما لعبش ولا لمس. نروح للعنصر الثاني في التسلل، بيقول ايه؟ التداخل مع اللاعب المنافس على النحو التالي. نمره واحد، منع اللاعب المنافس من لعب الكره او القدره على لعب الكره من خلال حجب خط رؤيه اللاعب المنافس بوضوح او منافسه اللاعب المنافس على الكره. العنصر الثاني اللي احنا هنتكلم فيه ونطبق على الحاله بتاعتنا. انا ما بجيبش حاجه من عندي، ده الماده 11 التسلل. تاني بنقول ايه؟ يعني ايه تداخل مع لاعب منافس؟ ان اللاعب اللي في موقف تسلل بيمنع اللاعب الاخر اللي هو نتكلم على اللعبه، ان عندي ايمن اشرف وعندي لاعب نادي دجله اللي كان في موقف تسلل، هنا اللاعب في موقف تسلل هنا بيمنع او بيقلل من قدره اللاعب اللي هو ايمن اشرف على الوصول للكره. احنا هنروح الحلقه وهنطبق وهنشوف. كويس. تعال نشوف الموقف الثابت في القانون بيقول ايه يا كابتن ايمن. ماشي. نروح للموقف الثابت او المواقف الثابته اللي بتشرح او بتطبق القانون. الفقره اللي بعد كده، اذا حدثت الموقف التالية. ايه هي الموقف التالية؟ كابتن علاء، اللاعب الذي يتحرك او يقف في موقف تسلل. كان مين في موقف تسلل؟ اللاعب رقم أربعة. خالد رضا. ايه المشكله؟ قال ايه بقى؟ اللاعب الذي يتحرك او يقف في موقف تسلل في طريق منافس، في طريق المنافس. في طريق ايه يا كابتن عجازي؟ منافس. صح. اللاعب رقم أربعة كان في طريق منافس ولا ما كانش فيه؟ مظبوط. كان واقف في طريق منافس. حصل. طب وبعدين؟ قال لك ويتداخل في حركه المنافس نحو الكرة. انا ايمن اشرف، انا رايح بتحرك. صح. عشان اعمل ايه؟ العب كورة. انت حضرتك جيت وقفت قدامي وتدخلت في حركتي اللي انا ايه؟ قللت من قدرتي ان انا اتحرك. هنروح للعبه ونطبق. صح. انت معايا؟ دي خلصتها دي. ما احنا بنتكلم يا كابتن ايمن، مش بنطلع نقول اي كلام من. صح. دماغنا، احنا في قناه محترمه وبنتكلم بالقانون والناس بتشوف القانون ونطبق على الحاله اللي عندنا ونشوف هل كلامنا صح ولا مش. مظبوط يا كابتن ناصر. اذا دي المواقف الثابته اللي بتتكلم. تاني بنقول اللاعب الذي يتحرك او يقف في موقف تسلل في طريق منافس او يتداخل في حركه المنافس نحو الكره يعتبر مرتكبا لخطا التسلل اذا اثر ذلك في قدره المنافس على لعب الكره، وهو فعلا اثر على ان اللاعب ما اتحركش. نروح بقى للحاله ونطبق هذا الكلام اللي هو طبقا للقانون يا كابتن علاء ونشوف. هنروح للزاويه الاولى مخرجنا العظيم. هنا ايمن اشرف موجود يا كابتن ايمن. هنا مظبوط. اللاعب في موقف تسلل، موقف تسلل أربعة. هو لما اجي اطبق الكلام اللي اتقال يا كابتن عجيزي، اللاعب ده وقف قدام مين؟ ايمن. ايمن ثم عمل ايه؟ اعاقه. اعاقه. مش هنقول اعاقه، هو قلل من قدرته على ان هو الحركة. يروح. بان هو وقف قدامي. نمشي شويه كابتن، نمشي شويه صغيرين، سنه صغيره. هنا في تلامس اهو. صحيح. في تلامس، انا رايح اعاقه عن وصول للكره. انت قللت من قدرتي او من حركتي على ان انا اروح للكره. كويس. هنا في هذه الحاله طبقا للماده 11 وطبقا للمواقف الثابته اذا حدثت، شايف ان هنا التسلل موجود وهنا قرار جهاد جيش. انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان قرار جيش ايضا بيشتغل بالكونفدريشن، ما بيشتغلش بالفهلوه ولا بحاجه من دماغه. هو النهارده الفار لما شك في الهدف كابتن يوسف، اي هدف بيجي كابتن علاء بيعمل شك، ما تستنفش الهدف الا لما انا اشوف عندي في الفار. الفار النهارده وائل فرحان شك ان هنا في موقف تسلل وفي هنا تداخل مع اللاعب. اتكلم مع الكابتن جهاد. في حالات التاثير دي حكم المباراه لابد ان هو يروح في غرفه المراجعه يراجع بنفسه وهو اللي يقرر. كابتن جهاد لما راح شاف بنى كل قراره على، مش على اللاعب اللي جاي في موقف سليم بقى، ما هو اللاعب في موقف سليم مفيش مشكله، بنى كل قراره الكابتن جهاد على اللاعب رقم أربعة. نروح نمشي شويه بالحاله، لحظه التمرين بس. الكابتن جهاد هنا بنى كل قراره كابتن يوسف على مين؟ على اللاعب رقم أربعة. وهو هنا شاف من وجهه نظره
ان هذا اللاعب اثر وقلل من قدره اللاعب المنافس على ان هو يوصل للكره. زي ما قلنا انا كمدافع من حق اروح العب، لما حضرتك تيجي تقف قدامي وتمنعني من ان اروح للكره هنا تعتبر مخالفه تسلل، وبالتالي هنا كابتن نصر الكاميرا اللي جت بقى في الفار كشكه بنتكلم في الموضوع هي الكاميرا بتاعت المخرج ولا الكاميرا بتاعت الفار؟ الكاميرا هنا احنا بنتكلم في الاوبريتور اللي موجود. الكاميرا جابت دي بس بالظبط. هنا كابتن حتى لو الكاميرا دي جابت دي احنا بنتكلم في موقف تسلل. انا بكلمك كابتن عادل، هنا اللاعب في موقف تسلل ولا لا؟ لا احنا بنتكلم في حاجه ثانيه. لا احنا بنتكلم في حاجه ثانيه، هي دي اللي جت للحكم. الكاميرا اللي بيجيبها المخرج ولا الفار هو اللي بيطلع الكاميرا دي؟ هي اللي حصل الكاميرا اللي جت في اللي احنا شفناها هي الكاميرا اللي جابها الفار. ايوه احنا عارفين دي بقى دي بتاعت الفار ولا المخرج هو اللي بيجيبها لوحده؟ لا دي بتاعت الفار، اللي هي الحاله دي بتاعت الفار. كابتن ايمن عايز اقول حاجه مهمه جدا بقول النهارده انا كحكم في الفار عشان بس يبقاش في لغط، في قرارات انا ما اقدرش اخد القرار لان القرار الاول والاخير بيرجع لحكم المباراه. حكم كبير زي جهاد جريشه، حكم راح كاس عالم، اشتغل في كورسات كتيره جدا في مدى ال 11 تسلل، واشتغل في الاخطاء وسوء السلوك، وعرف يعني ايه التسلل وامتى نعاقب وامتى ما نعاقبش. وهو زي ما قلت لحضرتك في الاخر خالص لما راح بنى قراره جهاد جريشه على اللاعب رقم 4 اللي هو قلل من قدره اللاعب ايمن اشرف ان هو يوصل للكره او اثر بشكل ما على ايمن اشرف، وبالتالي هنا حسب التسلل. شايف في الاخر طبقا للقانون والاعتبارات والمواقف الثابته اللي احنا جبناها حاله من حالات التسلل، قرار جهاد جريشه انا شايف فيه ان هو قرار جريء جدا وقرار صحيح 100%. في اللعبه الاولى لا توجد مخالفه ركله جزاء رامي ربيعه، وهذه الحاله من الحالات الصعبه جدا انا بحيي على في اللعبه الثانيه قرار صحيح 100%، كان قراره شجاع وتحمل المسؤوليه. خلي بال حضرتك بان هو ياخد القرار. اعتقد النهارده جهاد جريشه ادى مباراه رائعه جدا، الثقه في القرار، التمركز الجيد، التحرك الجيد، التعاون ما بين الحكام كلها كان هو موجود، كمان هو بيتكلم كمان مع حكامه في تفسير القرار. يعني هو كمان لما قال في الاولى مفيش مخالفه هو كلم الفار وقال ان انا بنيت قراري على كذا. المباراه اعتقد تحكيميا نجحت بنسبه كبيره جدا. تحيه طاقم التحكيم اللي كان موجود بالكامل، ونتمنى ان شاء الله ان الحلقه ديت البعض لما بيشوف القانون واحنا بنطبق من خلالها البعض يبقى عارف ان القانون والحالات التحكيميه لابد ان احنا نجيبها بالكون. كابتن ايمن كورس مكثف من كابتن نصر عباس، نشكرك شكرا جزيلا.